يعني انا عارفه انه ممكن ليله وضحاها انه الدنيا كلها تجيب البنت تاليا وممكن بكره تنام في حضن مامتها. انا متاكده، اصل واحنا جهاز شرطه مصر ده اعظم انا واحده جهاز. جريت، انا واحده جريت، استني يا بنت غلط عليك. الو، مش الو، عارف. الو، ايوه، الو، ايوه، اتفضلي. لو سمحت انا عارفه مامه البنت، عارفه البنت فين، طب انا عارفه البنت الله فين، يخليكي قولي لنا. انا عارفه مكان البنت، بس مش عايزه حد يعرف اسمها. مش مهم، بس البنت في ارجوكي العشر من قولي. رمضان عند استني. عمتها، نعم، البنت في العشر من رمضان عند عمتها. في العاشر من رمضان عند عمتها. ايوه يا فندم، انت متاكده؟ محمد يعني كلمه مامتها دلوقتي بس لو ترجع عملنا تقول لها بلاغ فين. هيروحوا يلاقوها؟ استني خلينا عمتها في نسمع العاشر قبل من ما رمضان، تقفل مامتها فين؟ السكه. انا عايزه الرقم ده، مامتها تاخد الرقم وتكلمني، انا هقول لها البنت فين بالظبط. طيب، ما هو خليها ممكن بس يكون، تهدى. هو ممكن يكون دلوقتي يا جماعه شايفنا وهينزل البنت. احنا بنطلب من رئيس مباحث العاشر انه العنوان اللي هي هتديه لنا نبلغ وتروح. ايوه طب ما تقول لنا العنوان، ما تقول لنا العنوان على الهوا. هي عندها، انا يا جماعه مش هقول عنوان ولا عارفه، انا عارفه ان البنت موجوده في وعند المجاورة عمتها، التانية، البنت في موجوده المجاورة وعند التانية، عمتها، عمتها في المجاورة التانية في العاشر من رمضان، بس كده. في المجاورة عمتها اقول لها التانية، عمتها اسمها هدى، عمتها اسمها هدى، اسمها هدى وجوزها اسمه ماجد، جوزها اسمه ماجد وعندهم انا ثلاث بنات. خسري بالله عليك، انا مش الله، قادر بس اقول نعمل وكيل فيهم. وباباها اسمه احمد، وباباها اسمه احمد، احمد عبد الرحيم، احمد عبد الرحيم مصطفى محمد، بس كده. طب انا هاخدك دلوقتي ونروح مع بعض. حضرتك ايه ده، بس البنت موجوده وكان انا عامل لها انا اعتماد بطلب والبنت من كان كل عامل لها الجيران اعتماد. اللي موجودين في العماره دلوقتي ان هم يبقوا واقفين، لانه اكيد هياخد البنت هينزلها دلوقتي. اقفوا للست دي وامنعوهم ان هم ينزلوا، البنت موجوده، وانا هاخدها وهطلع شخصيا معاها وهطلع معاها على العاشر دلوقتي. هي هو دلوقتي هو بت... هي البنت موجوده وكان عامل لها عيد ميلاد، جدتها عامله لها عيد ميلاد هناك في العاشر من رمضان. الله يبارك لك، الله يبارك لك. البنت موجوده وبخير. استني استني بس يا مدام رضوى عشان نسمع. اتفضلي كملي، سمعوني، انا عايزه اسمعك. دكتوره بسمه، يا دكتوره بسمه، يا دكتوره بسمه، البنت بخير، وخلي امها تهدى بس كده عشان تفهم، خلي لو تاخد الرقم بتاعي عشان انا مش حافظها، عشان الرقم جديد، طيب وتكلمي امها طيب. تكلمي طيب، عشان انا مش حافظه الرقم، بس هنتواصل مع على حضرتك دلوقتي، وهنتواصل مع وزاره الداخليه عشان هي هتقوم بشغلها دلوقتي وبناشدهم، وهنتواصل. وانا برجو من الجيران ان هم يقفوا علشان ما يحاولش يهرب البنت. يا بنت، يا دكتوره بسمه، يا دكتوره بسمه، لو سمحت يا دكتوره بسمه، يا نعم. دكتوره بسمه، نعم. دكتوره بسمه، البنت موجوده وعامل لها عيد ميلاد، والبنت موجوده، وانا مش عايزه اعلي صوتي بس عشان انا الباب قريب مني، ماشي، مفيش اي مشكله. طيب انا أي برضو لو انا عندي اي مشكله هم يعملوها، انا عندي اي مشكله هم يعملوها. طيب انا متشكره، هيتواصلوا معاكي دلوقتي، وانا برضو بناشد وزاره الداخليه ان هي تتصرف. يعني انا بنتك عايشه اهي، انت اطمنتي، انت اطمنتي ان بنتك عايشه يا مدام رضوى، وانا هاخدك شخصيا وهنكلم وزاره الداخليه دلوقتي ان هم يقولوا لنا نعمل ايه، ما نعملش حاجه غير لما هم يقولوا لنا نتصرف ازاي. بس انا برجو من مباحث العاشر ان احنا يتواصلوا معانا ويشوفوا لنا حل دلوقتي. انا هضطر اقفل الهوا عشان نقوم بسرعه نلحق. الساده المشاهدين، تصبحوا على خير وشكرا. Thank you.